ازيكم عاملين ايه؟ ترى شفتوا الفيديو اللي فات ولا لا؟ الفيديو النهارده اول درس من دروس البورتري بالوضع الامامي. يا رب ان شاء الله يعجبكم، يا رب يكون بسيط بالنسبه لكم، وما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه، وهنرجع تاني بكل تفاصيل الفيديو. استنوني. رجعت لكم تاني، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، النهارده هناخد اول مبادئ رسم البورتري بطريقه فنيه صحيحه، بغض النظر عن طريقه المربعات اللي انا قلت لكم برده ان انا مش بحبها او مش بفضلها او مش بحسها ان هي طريقه فنيه. قلت لكم نحضر القلم الرصاص بتاعنا والاستيكه، دول بس اللي هنحتاجهم. وزي برده ما تعودنا او زي ما هنتعود ان شاء الله، ان لازم قبل اي درس فيه تمرين لتقويه الايد في الرسم وتقويه الخيوط بتاعتنا. يا رب تكونوا طبقتوا التمرين اللي فات. التمرين بتاع النهارده شبيه حالي، هنعمل زجزاج وهنبدأ نكرره برضو في ورق فاضي، وده برضو لمدة 5 دقايق. برضو اللي حابب يكتر عن كده يكتر براحته، مفيش اي مشكلة، انا بس مش عايزة ايه ارهقه او تحسوا ان هو واجب او حاجة تقيلة على قلبكم. لا، الموضوع خفيف وبسيط، وصدقوني هيفرق معاكم كتير. هقلب الصفحة وارجع لكم تاني في اول مبادئ البورتريه. اول حاجة هناخدها البورتريه من وضع امامي، هناخد بعد كده طبعا الجانبي والتلات ارباع وكل حاجة، يعني هنغطي موضوع البورتريه ده بشكل كامل. اول حاجة هنعملها في البورتريه ان احنا هنرسم شكل شبه بيضاوي، شكل شبه بيضاوي. طيب هنعمل فيه ايه بقى؟ طبعا لازم ننوه قبل ما نشتغل، عشان احنا معانا برضو ناس سن مختلف، في اطفال، في ناس كبار. لازم 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 الخط يكون خفيف. ليه بقى؟ لان احنا كل اللي احنا بنعمله دوت اساسيات، ممكن نمسح جزء منه، ممكن نتقل بقى على جزء منه اللي خلاص هنحتاجه. فلازم ده زي عارفين الحديد لما بنيجي نبني اي بيت او عمارة، لازم بنحط حديد، ده الاساس اللي بنبني عليه اي حاجه، ما ينفعش عماره تبقى من غير اساسات. نفس الشيء في الرسم، خصوصا في النسب سواء البورتريه او الفيجر الكامل، لازم نحط الاساسات بتاعتنا. انتوا بعد ما العماره بتخلص هل بتشوفوا الحديد ده موجود؟ لا. فاحنا دوت يعتبر زيه بالظبط. لو احنا تقلنا ايدينا قوي لما نيجي نمسح، بصوا مش بيتمسح بشكل كامل ويبقى شكله مش كويس وهيبان معانا في الرسم. لا، احنا عايزين برضو مع ان احنا بنتعلم، لا احنا هنتعلم صح، وهنبدا وهنعمل خطوط خفيفه بحيث ان احنا ما تبانش معانا في رسمتنا النهائيه، وما تبانش معانا ساعه التظليل او التلوين، يعني ده بيبقى شكله مش حلو وبتحفر كمان في الورق، وحتى لو اتمسحت قوي بيبان في التظليل والتلوين ان هو بيبقى خط ابيض لانه محفور لجوه الورق. تمام. احنا خلاص رسمنا الشكل البيضاوي دوت او اساس الوش، بنعمل ايه؟ برضو كل اللي انا هعمله دلوقتي كله ده اساسيات او الاساس، ما نعملوش بخط تقيل، يا دوب بس خط بيعرفنا اماكن فين. هنقسم البيضاوي ده بتاعنا لجزئين، الجزء اليمين قد الجزء الشمال. تمام. بعد كده هنقسمه لثلاث اجزاء قد بعض، اللي حابب يقيس بمسطره مبدئيا يقيس، اللي مش حابب يبقى اللي يقدر يظبطها يعني بالشبه كده يظبطه. مثلا بصوا ممكن نقيس كمان بالقلم، يعني ممكن بالقلم كده ونقيس لحد الخط ده. تمام. قدوا لحد الخط ده. تمام. قدوا لحد الخط ده. تمام كده، كده ثلاثة قد بعض. انا عشان بالممارسه فشويه قادره اظبطهم من اول مره، ممكن ما يظبطش معاكم من اول مره، هنمسح ونبدا نعيد من الاول، مفيش اي مشكله. الرسم بالذات محتاج صبر، محتاج ان احنا نصبر، ما نزهقش بسرعه، نهتم بالتفاصيل الصغيره دي اللي هتفرق معانا ان شاء الله قدام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا النص وشنا اليمين زي النص وشنا الشمال. طيب هنعمل ايه بقى عشان نظبط؟ اولا الخط دوت، اول خط ده بنبدأ من عنده الحاجب،
كل دوت بيبقى عبارة عن الجبهة. لو حابين تقيسوا على وشكم هتقيسوا من اول الجبهة او منبت الشعر لحد الحواجب قدوا بالظبط، لحد اخر الانف او المناخير قدوا بالظبط من اول الانف لحد الدقن. قيسوا على وشكم كده وهتتأكدوا من اللي انا بقوله. خلاص هنبدأ نرسم الحواجب. هنبدأ من على الخط ده، هنسيب مسافة طبعا، ما فيش حد حب وبدأ من نص وش او في مساحة فاضية ما بين الحواجب. هنسيب الناحية دي قد الناحية دي، نسيب الناحية دي قد الناحية دي عشان يبقوا مظبوطين على بعض. لو هنرسم بقى الحواجب اللي عايز يرسمها بقى خط كده، اللي عايز بس يحدد مكانها ويبقى يرسمها بقى بعد كده بالالوان او بالتظليل مفيش مشكلة. ادي مثلا اول حاجة عايزينه مرفوع، عايزينه على نفس مستوى الخط مفيش مشكلة. هنبدأ اللي عملناه هنا هنعمله الناحية التانية. تمام كده. طيب هنعمل بقى ايه بعد كده؟ هنعمل العين. عشان نظبط العين برضو هنعمل من الخطوط اللي هي الاساسية بتاعتنا او السرية اللي احنا بنعملها بخط خفيف عشان تساعدنا لكن ما تبوظش رسمتنا في الاخر. هنعمل خطين خفاف خالص ما نتلخبطش ما بين الخطوط بتاعت العين اللي احنا عملناها والخطوط الموجودة اصلا اللي هو ده وده، عشان نقدر نظبط النسب بتاعتنا ما نتلخبطش. انا عملت ليه الخطين دول؟ عشان وانا برسم ما ارسمش عين فوق عين، يعني عين لفوق وعين لتحت، ما ارسمش مثلا عين كبيرة وعين صغيرة او عين واسعة وعين ضيقة. احاول على قد ما اقدر ان انا بعملهم قد بعض. طب هنرسمها فين بقى؟ نبدأ من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ دي برضو ليها نسب. احنا بنرسم كأننا بنرسم بالظبط 3 عيون في الوش. ده برضو خط خفيف مش هيبان غير لينا. ادي مثلا كأن في عين في النص، هنبدأ نرسم العين بتاعتنا من هنا نفس مساحة دي. تمام كده. بصوا انا متقل بالخط بس عشان تشوفوا الفرق ما بين ده وده. انتوا برضو كل ده بترسموا بخط خفيف لحد ما تتأكدوا ان الخط بتاعكم ده الخلاص اللي هتستقروا عليه. نبدأ نتقل اهو، كأن في هنا عين، كأن هنا في نص عين، وهنا في نص عين، عشان ده الوضع الامامي هو بيبقى ايه، دي النسب الصح بتاعته. خلاص كده استقرينا كل ده، بعد كده هنمسحه. خلاص انا دوت خلاص تمام بالنسبة لي وعجبني. هبدأ بقى ان انا ايه ارسم العين بتاعتي. هناخد بعد كده بعد ما ناخد اوضاع الوش هناخد كل ملمح من ملامح الوش بترسم ازاي. يعني هوريكم كذا طريقة لرسم الحواجب، كذا طريقة لرسم العينين، كذا طريقة لرسم الانف، كذا طريقة لرسم الفم، الودان، الشعر. هناخد كل ده بالترتيب ان شاء الله، واللي متابعني ان شاء الله على اخر الكورس هتبقوا محترفين بورتريه. فبس خليكم معايا، ركزوا خطوة خطوة وطبقوا اللي انا بقوله وان شاء الله هتلاقوا النتيجة حلوة جدا. تمام كده. تمام اهو ادي الجفن اللي تحت والنني بيبقى في النص. معلومة بس سريعة، الجفن ما بيبقاش باين الدايرة بتاعته، النني قصدي سوري، ما بيبقاش باين الدايرة بتاعته كاملة، لا بيبقى ايه مختفي جزء منه في النني اللي فوق، في الجفن اللي فوق. معلش اعذروني انا مش متعودة قوي ان انا اسجل حاجة بصوتي، كان دايما الكورسات بديها لايف، مديتش كورسات اونلاين قبل كده غير لو بصور يعني، ف اوقات بتلخبط شوية. خلاص تمام كده. احنا كده عملنا العين، اللي عايز بقى هيعمل الرموش، اللي عايز هيعمل حاجة لو هو راجل بقى، مش الرموش بتبقى بسيطة عن كده شوية، البنات بقى هما اللي هيعجبهم الحاجات دي شوية. خلاص ده بشكل مبدئي. خلاص انا عملت الحواجب على الخط دوت، عملت العين. طيب ايه بقى اللي هنا؟ هنا موجود لحاجة دهن الانف. هتقولي ايه ده، كل دي مناخير او كل دي انف؟ هقولكوا كل دي مناخير. الانف بالذات بتبان اكتر في التلوين او التظليل، يعني مش ما بنعتمدش على الخطوط قوي غير ان احنا بنحدد مكانها فين، لكن كل الجوانب بتاعت الانف دي بتتعمل بالتظليل بالظل والنور ودرجات الالوان او الرصاص نفسه.
بس هنيجي هنا كده عشان نحدد اهو، هنبدأ نعمل نص دايرة، وزي ما قلت لكم احنا هناخد الرسم كل ملمح من الملامح بالتفصيل بعد لما نخلص ايه اوضاع الوش نفسها. هنعمل جزء كده وجزء كده بكل بساطة، وادي ارنبة الانف او الجزء اللي بيبقى الجانب بتاع الانف. الانف بيكون في وسط العين، لو وصلنا خط كده بيبقى في وسط العين. ممكن بقى اللي حابب يعمل له خط اهو مثلا، والحتة دي بتبقى شوية بتبان اكتر في التظليل زي ما قلت لكم، بس ده شكل مبدئي للانف. تمام خلاص كده. طيب الفم بقى هنعمله ازاي؟ هنسيب مسافة هنا اللي هي تحت الفم تحت الانف، وهنعمل مثلث، هنعمل شكل في او سبعة او مثلث مقلوب. طيب البق بقى هل ليه نسب محددة ولا انا ممكن اعمله براحتي بقى؟ لا، ليه برضو نسب معينة ومكان معين في الوش. هنعمل برضو خط كده، ما خلي علموا على الخطوط دي كده، بس طبعا بخط خفيف عشان ما تتوهش منكم وانتوا بتشتغلوا. طيب البق بيبقى موجود فين؟ موجود من اول نص العين دي لحد نص العين دي. معقوله؟ طب ما في ناس بقها صغير برضو، لو بقها صغير موجود من نص العين دي لحد نص العين دي ازاي؟ طب دلوقتي لو انا الشفايف عندي صغيره، ادي الشفايف اهي، خلاص ادي اول الشفه اللي فوق. الشفه اللي تحت برضو بتبقى عامله زي جوانب الانف بتبان اكتر في التظليل، بس احنا نرسمها عشان اوضح لكم الفكره. وادي الشفه اللي تحت. البق ده صغير ولا كبير؟ صغير اهو، مفيش اي مشكله عنده. طيب لو حد شفايفه كبيره هيبقى بنفس النسب، بس الشفايف بتاعته هي اللي ايه هتكبر. انا بعملهم على بعض عشان اوريكم، لكن انتوا اعملوهم ايه طبعا، هي الشكل اللي انتوا هتستقروا عليه سواء شفايف كبيره او صغيره. بصوا بقت الشفايف كبيره، كنا عايزين امسح لكم اللي في النص عشان يبان اكتر الصغيره دي. حجم الشفايف بقى انتوا حسب الشخصيه اللي بترسموها طبعا، لو مفتوح لو مقفول. هناخد برضو مع بعض اشكال كتير للشفايف وازاي نرسمها. بصوا اهو بقى ما شاء الله عملاق. خلاص الدقن برضو يعني بالتظليل هنسيب لها مكان. احنا خلصنا كده؟ لا، الودن بتاعتنا بتبقى من فين؟ من اول خط الحاجب لحد خط الانف، الجزء اللي في الوسط كله. هتحسوا ان هي كبيره قوي؟ لا، هي نسبتها كده، وممكن تقيسوا على وشكوا، تحطوا ايديكوا على حواجبكوا، ايديكوا في اخر الانف وتمشوا بيها كده، هتلاقوا ان انتوا وصلتوا لودانكم. في الوضع الامامي ده مش بيبان قوي غير حاجه بسيطه جدا، طبعا لو في برضو شعر مش هبان قوي، بيبان بس جزء بسيط كده من الودان. وزي ما قلنا لو في شعر ممكن ما يبانش خالص من ورا. تمام الشعر ما ينفعش نيجي نبدا الشعر من هنا كده، بوظنا كل النسب اللي احنا قايسينها وشغالين عليها، ولا من هنا، لازم من اول منبت الشعر، من اول الخط اللي احنا عملناه ده، سواء بقى شعر راجل شعر بنت شعر طويل قصير، لازم هنبداه من هنا من منبت عشان ما نبوظش النسب اللي احنا قلنا عليها ان ده قد ده قد ده. خلاص لو عملنا غير كده هنبوظ النسب، هنحس ان الحته دي تولد والحته دي تولد، فمش هنقدر ان احنا ايه نظبطه تاني. لا، الشعر يعرفوا ان هو من اول منبت الشعر من هنا طبعا، وبيبقى عالي، ما ينفعش يبقى لازق كده الا لو حد بقى بيرسم شخصيه قرع او ما عندهاش شعر، لازم بنعلى بالشعر لفوق. خلصنا كده؟ لا، برضو فاضل اخر خطوة. احنا الخط اللي بره ده احنا قلنا ان دوت الخط الاساسي بتاعنا او الخط السري بتاعنا اللي احنا هنمسحه بعد كده. احنا هنبدأ نشوف الشخصية بقى الخط شكل وشها عامل ازاي، ممكن بقى حد وشه داخل من هنا شوية،
طالع بقى من الخدود شوية هنا كده، عظمة اللي هي الوجنة. ممكن بقى دقن رفيع، بصوا زي ما عملنا هنا هنعمل الناحية التانية. واضح معاك ولا ايدي مغطية عليها؟ اهو خلصنا كده. هنمسح بقى كل الخطوط اللي احنا مش عايزينها ديت، اللي احنا بس عملناها عشان نقيس عليها، هنمسحها. وهنبدأ بقى اذا كنا هنلون او هنظلل او هنشوف احنا هنعمل ايه. اطمنا ان احنا ظبطنا الملامح بتاعتنا، اطمنا ان كل حاجة في مكانها مظبوط، اطمنا ان كل حاجة حجمها مظبوط. هنبدأ بقى ايه نشوف احنا هنشتغل عليه ازاي. ده كان درس النهاردة، ما تنسوش التمرين بتاعنا. وان شاء الله الدرس الجاي هناخد وضع تاني من وضع من اوضاع البورتري. يا رب يكون الفيديو بسيط بالنسبة لكم، ويكون المعلومة وصلت لكم. لو في اي استفسار يا ريت تبعتولي وتقولولي. لو في اي مشكلة في الصوت او في جودة الفيديو برضو يا ريت بلغوني، بحيث ان انا اقدر اظبطها وما يكونش عندكم اي مشكلة الفيديو الجاي. ما تنسوش تدعموني بقى بلايك وسبسكرايب للقناة، واي كومنت على الفيديو ارحب بيه جدا جدا. ومستنية تطبيق كل الدرس دوت قبل ما نبدأ ان شاء الله الدرس الجديد. اشوفكم على خير في دروس جديدة، ومع السلامة.